شكرا للزميل معز بولحيا. حضرات المشاهدين متابعي الجزيرة الرياضية، طابت أوقاتكم، صح شريبتكم، مساء الفل للناس الكل. ملعب رادس الأولمبي يحتضن هذه الليلة القمة الإفريقية بألوان تونسية، لقاء الكبار الترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي في ثالث مباريات المجموعة الثانية من منافسات كأس رابطة الأبطال الإفريقية. مباراة نارية في الانتظار، حسابات كثيرة وأحداث مثيرة في البال. هذه المجموعة الثانية مشاهدينا الكرام يتصدرها فريق باب سويقة برصيد 6 نقاط من انتصارين متتاليين، فوز على السانشاين النيجيري خارج الديار بهدفين لصفر وانتصار صعب في تونس على أولمبي شلف الجزائري 3 أهداف لهدفين. النجم الرياضي الساحلي يأتي في المركز الثاني برصيد 4 نقاط بعد فوز من الشلف على ممثل كرة القدم التونسية الجزائرية، وتعادل بطعم الخسارة في أولمبي سوسا أمام سانشاين النيجيري بدون أهداف. مع التذكير وأن مباراة سانشاين النيجيري وأولمبي شلف الجزائري انتهت هذا اليوم بانتصار الفريق النيجيري بهدفين لصفر. الترجي من أجل الانتصار ووضع قدم أولى في مربع الذهب، والنجم الرياضي الساحلي من أجل الفوز الانفراد بصدارة الترتيب العام. طاقم تحكيم كاميروني لهذه المباراة اليوم نيون، سنرجع على طول لطاقم التحكيم. أمامنا تشكيلتي الفريقين، البداية بالترجي معز بن جريفية لحراسة المرمى، سامح الدربالي، خليل شمام، محمد بن منصور، ووليد الهجري للدفاع، مجدي تراوي، خالد المولي في الارتكاز، الغاني اريزون افول، كريم العواضي، ودريس المحيرسي في التنشيط الهجومي، ويانيك جوزيف الجانك المهاجم الكاميروني للترجي الرياضي. النجم الرياضي الساحلي ايمن المثلوثي لحراسه المرمى، يمين الدفاع رامي البدوي، على اليسار حاتم البشاوي، ثنائي محور الدفاع رضوان الفارحي وشمس الدين الذوادي، ثنائي الارتكاز فرانك كوم ووائل بن لكحل، على الاطراف الهجوميه للنجم الرياضي الساحلي مصعب ساسي وايمن بن عيد، الثنائي الهجومي فرانسيليدو دو سانتوس سيلفا والنيجيري موسى مازو. كره اولى للترجي ويقطع الكره فرانك كوم على طول، رامي البدوي يمين الدفاع للنجم الرياضي الساحلي. 15,000 متفرج حاضرين في ملعب رادس الاولمبي في اجواء جماهيريه افريقيه عربيه تونسيه في سهره رمضانيه من اجل المكون. وهذا مصعب ساسي حاول المرور، عفوا رامي البدوي، لكن تقطع الكره في تغطيه مثاليه نموذجيه لوليد الهجري. ترجع كره لوائل بن لكحل، النجم في وضعيه هجوميه، مازو، والتدخل الدفاعي في مره اولى من سامح الدربالي. مباراة منذ البداية مولعة نار 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 بين هؤلاء الكبار. سنتابع هذه القمة النارية التونسية الإفريقية بكل تأكيد. الحوار كبير والرهان أكبر، ويانيك جانك يمر أمام دفاع النجم الرياضي الساحلي، والحكم الكاميروني اليوم نيون يعطي ضربة مخالفة لمهاجم الترجي الرياضي التونسي. اليوم نيون طبعا 30 سنة للحكم الكاميروني، دولي منذ سنة 2008 مع الترجي، عرف التعادل مرتين وبدون تسجيل اهداف، وامام نفس المنافس الوداد البيضاوي المغربي في دوري المجموعات ثم في الدور النهائي ذهاب في كاسابلانكا 0-0. اليوم الثالثه للكاميروني اليوم نيون مع الترجي، مخالفه مباشره، اوه ايمن المثلوثي يلعب بالنار في هذه اللحظات، والركنيه للترجي. طبعا مشاهدينا الكرام يمكن ان نقول وان النجم الرياضي الساحلي هو الدابة السوداء للترجي في المنافسات الافريقيه. 6 مباريات بين العملاقين، 3 انتصارات للنجم و3 تعادلات، لم يعرف الخساره ابدا لا في رادس ولا في سوسا الاولمبي. خليل شمام يوسع والتدخل من الدفاع، والحارس المثلوثي مره اولى وثانيه، والخطر قادم على دفاع النجم الرياضي الساحلي، وفي النهايه تخرج الكره بسلامه. اريسون عفور في الاستقبال، مباراة بدون جس نبض على طول الدخول في صميم الموضوع. طويلة الكرة، تدخل من الدفاع مرة أولى رامي البدوي، وائل بن لكحل، والهجوم دريس المحيرسي، والتوزيع من سامح الدربالي. كل لاعبي الترجي في الوضعية الهجومية، مجدي تراوي آخرهم في لمس الكرة. الركنية الثانية للترجي في أقل من دقيقتين منذ بداية المباراة. الترجي يدخل المباراة بقوة كبيرة، النجم الرياضي الساحلي غير منبهر بأداء الترجي منذ البداية، ننتظر الإثارة في هذه المباراة الكبيرة. كرة على مستوى القائم الثاني، لكن تغطية دفاعية موجودة. موسى مازو آخر انتدابات النجم الرياضي الساحلي، لاعب منتخب النيجر، لا يمر أمام جوزيف يانيك الجانجا في حوار إفريقي 100% نيجيري كاميروني. حوار المدربين كذلك، منظر الكباير للنجم الرياضي الساحلي نبيل معلول للترجي الرياضي التونسي. مباراة الإثارة يمكن اعتبارها دور نهائي قبل الأوان.
في هذا الرهان بين النجم الرياضي الساحلي والترجي المستضيف في هذه المباراه. تحت يامن سامح الدربالي، ايمن بالعيد يخسر الكره في وسط الميدان مع كريم العواضي. العواضي سدد من بعيد بدون فائده، ترجع لجوزيف يانيك نجانك يقاتل على كورتو مع حاتم البجاوي. كره لمدافع النجم الرياضي الساحلي فرانسيلي دودو سانتوس سيلفا، والتماس يبقى لصالح الترجي. تحكم التحكيم من الكاميرون اليوم نيو، حكم الساحه حكم رئيسي، حكمان مساعدين ايفاريست موكاندي وموسى يانوسا، حكم رابع كريستوفر ندي. يراقب المباراه المصري رضوان عبد الحميد، منسق المباراه المغربي عبد العالي نصيري. تعود الكره من يمين الدفاع لسامح الدربالي، كريم العواضي. 4-3-3 هي الخطه اللي اعتمدها المدرب نبيل معلول في هذه المباراه ضد النجم الرياضي الساحلي. 4-4-1-1 للنجم الرياضي الساحلي باختيارات منذر الكباير، ادريس المحير يحاول المرور، لاعب المنتخب الاواسط، لكن الكره والحكم يعطي مخالفه. بركان جماهيري كبير من جهه الحارس ايمن البلبولي. جماهير الترجي تعازر، والنجم الرياضي الساحلي يريد ان يترك العاصفه تمر قبل الدخول في صميم الموضوع. ابرز غيابات تشكيله الترجي طبعا المايسترو، ابرز افضل نجوم الترجي الدولي التونسي يوسف المساكني بداع الايقاف، يعوض هذه الليله ادريس المحيرسي في التشكيله الاساسيه لفريق باب سويقه. النجم الرياضي الساحلي يلعب بالتشكيله المثاليه اذا استثنينا ربما حبيب ميتي. كره مخالفه للترجي، احمر واصفر اللون، يريد الليله ان يكون من اجمل ما يكون. والكره مباشره، كره غداره، والمهاره والشطاره لحارس المنتخب التونسي ايمن البلبولي. يا سلام على هذه الكره. اذا حضور كبير للحارس البلبولي على مستوى القائم الثاني بقبضه اليدين، والكره ما زالت للترجي. مازوف المسانده الدفاعيه ترجع لي خالد المولي، استلام كره اخرى، لكن محمد بن منصور كان في وضعيه دفاعيه يتقدم للنزعه الهجوميه. النجم الرياضي الساحلي لحد الان لم ينطلق كما يجب. فرانسيلي دودو سانتوس سيلفا، حكم يعطي مخالفه ضد مجدي تراوي اللاعب السابق للنجم الرياضي الساحلي. هل ستكون المره الاولى اللي حقق فيها الترجي الفوز على النجم الرياضي الساحلي على المستوى القاري الافريقي؟ كره باتجاه موسى مازيو، لكن ايمن بالعيد في المتابعه مع هاريسون افول ويخسر الكرة. الغاني يعطيه مخالفة. اليوم نيو اللي كان حاضر في مونديال سن دون 17 سنة الموسم الماضي، حكم 4 مباريات للاتحاد الدولي لكرة القدم. جوزيف يعني كان جانك للغاني، أريسان أفول، والكرة بتمس لم يلتحق أفول. طبعا التنظيم الدفاعي للنجم الرياضي الساحلي، رضوان الفالحي في التغطية الدفاعية على اليسار من جانب حاتم المشاوي، وشمس الدين الذواتي في التغطية على الرمي البدوي يمين الدفاع. المشاوي على الدور، معركة رهيبة في وسط الميدان بين نجوم الفريقين. أيمن بالعيد يتابع الكرة. الترجي اللي كان فاز في آخر مباراة جمعته بالنجم الرياضي الساحلي على المستوى المحلي التونسي بهدفين صفر في ملعب سوسة الأولمبي. هذه المرة الأجواء إفريقية. أيمن بالعيد، حاتم المشاوي، ماسو يطلب الكرة، ليس هنالك تسلل. مهاجم منتخب النيجر معاه وليد الهجري، والحكم يعطي مخالفة لمدافع الترجي. وليد الهجري اللي غاب على مباراة الشلف بداعي الإصابة، وعوضه آنذاك إدريسا كوليبالي اللي أنهى مشواره مع الترجي بعد تلك المباراة المتواضعة. لم يقنع المدرب نبيل معلول ويغادر الترجي. منظر الكباير في تعليمات كبيرة لحاتم البشاوي يسار دفاع النجم الرياضي الساحلي. مصعب ساسي على يسار دفاع الترجي، أيمن بالعيد على يمين الدفاع. هي الورقات الجناح للنجم الرياضي الساحلي. أريسان أفول، سامح الدربالي، القادمون من الخلف جوزيف يعني كنجانك، محمد بن منصور يتقدم قلب الدفاع اليساري على طول لإدريس، لكن التغطية من رضوان الفالحي. يبقى خالد المولي في تمشيط منطقة وسط الميدان، يغير المكان على طول لسامح الدربالي. الدربالي لكن حضور كبير لوائل بلكحل في وسط الميدان، يقطع الكرة أمام مجدي تراوي، يوصلها لمازو، يعاود يرجع من جديد مجدي تراوي. محمد بن منصور، كرة عشوائية طويلة في وسط الميدان،
دريس المحيرسي في المتابعة، فرانك يعطي كرة ويهديها لدريس المحيرسي، من أسرع اللاعبين فوق الميدان نجم المنتخب التونسي للأواسط إدريس، لكن لم يدرس هذه الكرة مصعب ساسي، يعود للنزعة الدفاعية إلى جانب رامي البدوي. الترجي نسبيا متحكم في وقع اللعب إلى حد الآن، ومازو استغل الكرة من خانة المولي، وشوف معاكس بالنسبة لهذه السحلي خطير، يقود وائل بالأكحل، كرة لمازو، ومازو يهرب، مازو يسدد لك الكرة خارج الميدان، ركنية للنجم الرياضي الساحلي. هذه هي مخاوف المدرب نبيل معلول، ثنائي محور الدفاع للترجي محمد بن منصور ووليد الهجري. هذه أولى الكرات والهربة جاءت من اللاعب النيجيري موسى مازو، لكن عودة كبيرة لسماحة الدربالي يقطع الكرة على هداف منتخب النيجر. ركنية للنجم الرياضي الساحلي. المتابعة على مستوى القائم الأول طبعا أمامنا كريم العواضي وفرانك كوم أمامنا على الصورة، موسى مازو اللي كان أمامنا، كرة سريعة تلعب بين لاعبين اثنين، ويحاول وائل بالأكحل يصوب كرة غدارة من متوسط الميدان الدفاعي. وائل بالأكحل النجم الرياضي الساحلي والاستباق الآن، يحاول المرور رامي البدوي لكن تدخل من الدفاع خليل شمام، عكسية وخطيرة ولكن في النهاية ضربة مرمى للترجي الرياضي التونسي. لحظات صعبة مر بها دفاع فريق باب السويقة، أمامنا الكرة، خليل شمام كابتن الترجي في التصدي الأول. الجماهير تزداد بين الحين والآخر في ملعب رادس الأولمبي. طبعا الخطة الأمنية تقول عدم حضور جمهور النجم الرياضي الساحلي، 15,000 متفرج للترجي، والمعاملة بالمثل ستكون يوم 18 أغسطس القادم بين النجم الرياضي الساحلي والترجي في ملعب سوسة الأولمبي. الربط بين الدفاع والهجوم لفرانك كوم، ثنائي محور وسط الميدان إلى جانب وائل بالأكحل، شمس الدين الذوادي المنتدب الجديد للنجم الرياضي الساحلي، قلب الدفاع الممتاز السابق للنادي الرياضي لحمام بن الألف، يحاول التقدم بالكرة، شمس الدين الذوادي على طول باتجاه لأيمن بالعيد، أيمن بالعيد مع سماحة الدربالي، الكلمة الأخيرة لمدافع الترجي على طول. مباراة الحراس أفضل حراس الكرة التونسية حتى الآن، معز بن جريفية من جانب الترجي وأيمن البلبولي من جانب النجم الرياضي الساحلي. ترجع الكرة مشاهدينا الكرام بعد 10 دقائق لعب لرضوان الفالحي على طول لحاتم البشاوي، فرانسيريدو دو سانتوس سيلفا، وائل بالأكحل تدرج سليم بالكرة من جانب الترجي، أريسان أفول يبدأ مهول أفول لما يكون بالكرة، أتدخل من وائل بالأكحل والتماس للترجي. الإعادة إفادة والهروب المتواصل لأريسون أفول، أحد أفضل اللاعبين حاليا في تشكيلة نبيل معلول من جانب الترجي. جوزيف يانيك نجانج يغير لمحمد بن منصور، كل لاعبي الترجي ما عدا خالد المولي ووليد الهجري في الدفاع. كرة بالتليفون بعيد على إدريس المحيرسي بتغطية من رامي البدوي. الحكم طبعا اليوم نيو أدار مباراة المغرب في غامبيا، التعادل 1-1 يوم 2 يونيو الماضي تصفيات كاس العالم كاس افريقيا، وادار مباراه غينيا ومصر وانتصار الفراعنه بثلاثه اهداف لهدفين في كوناكري يوم 10 يونيو الماضي. تعود الكره من وليد الهجري على طول لحاتم البشاوي، استلام من ايمن بالعيد، بالعيد يحاول المرور، ممتازه الكره والتامين الدفاعي من مجدي تراوي امام وائل بالأكحل، معركه رهيبه في منطقة المناورات منطقة وسط الميدان. مجدي تراوي اللي فاز مرتين بكأس رابطة الأبطال الأوروبية 2007 مع النجم الرياضي الساحلي و2011 مع الترجي، أكثر اللاعبين التونسيين تتويج بكأس رابطة الأبطال الإفريقية مجدي تراوي. كرة لكريم العواضي يمر أمام ثلاثة لاعبين ويكسب ضربة مخالفة ضد شمس الدين الذوادي، قلب الدفاع للنجم الرياضي الساحلي، وضع موضع الساندويتش مع وائل بالأكحل وشمس الدين الذوادي. جوزيف يعني كنجانك لحاتم البشاوي. المباراة لحد الآن لم ترتقي إلى المستوى المأمول، النسق ما زال متواضع. أريسان أفول، مجدي تراوي، جوزيف يعني كنجانك، تغطية رهيبة وكبيرة، يحافظ الكاميروني على كورتو، وفي النهاية أيمن بالعيد لوائل بالأكحل، هجوم معاكس للنجم الرياضي الساحلي، تنطلق الكرة
لمصعب ساسي. فرانسيني دودا سانتو سيلفا لموسى مازو واللي حاول التسديد والحارس معاذ بنش رفيع. النجم الرياضي الساحلي يريد استغلال المساحات اللي يتركها الترجي لما يصنع اللعب، وبالتالي إمكانية التهديف واردة جدا. يرجع للكرة فرانكا على طول لأيمن بلعيد. مازو يتحرك في محور دفاع الترجي، حاتم البجاوي يتقدم. تعود الكرة لأيمن بلعيد، سحب الهدف الوحيد للنجم الرياضي الساحلي في دوري المجموعات وكان في الجزائر ضد أولمبي شلف. مصعب سازي كرة رائعة مع الرمي البدوي والمخالفة لصالح النجم الرياضي الساحلي ضد الكابتن خليل شمام. تقاطع رائع وممتاز بين مصعب سازي ورامي البدوي. الجبهة اليمنى للنجم الرياضي الساحلي بدأت في الاشتغال. إذا سحب الاختصاص المجال الأول في هذه الأمور مصعب سازي. سازي ليوزع والكرة تضرب في الدفاع، تعود من بعيد لفرانك كام على طول للحارس أيمن البلبولي. مباراتين بين الترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي في كأس رابطة الأبطال، وتأهل النجم الرياضي الساحلي في 2007 كذلك مرتين، أربع مباريات في كأس الكونفدرالية الإفريقية، ولا مرة ترجي هزم النجم الرياضي الساحلي. ثلاثة انتصارات للنجمة الساحلية وثلاثة تعادلات بدون هزيمة النجم قاريا أمام الترجي. يرجع مجدي تراوي يقطع الكرة ويعكس الهجوم لجوزيف يعني كنجان مع شمس الدين الذوادي. الكلمة لمدافع النجم الساحلي مصعب سيلسي. كرة لفرانسيني دودا سانتا سيلفا. محمد بن منصور على طول لوليد الهجري، تدرج رائع بالكرة من جانب الترجي. مجدي تراوي أريسون أفول البلاك ستارز الغاني يحاول التقدم. سامح الدربالي يسعى للمساندة الهجومية. في خمسة تنقلات للنجم الرياضي الساحلي أمام أندية تونسية الترجي ونادي صفاقسي. لم يعرف النجم مشاهدينا الكرام ابدا الخساره وتعم المراره، محققا انتصارين وثلاثه تعادلات، مسجلا خمس اهداف وقابلا لهدفين فقط. اذا تعود الكره لخالد المولي. مجدي تراوي على طول لوليد الهجري. جوزيف او اريسون افول، لكن سامح الدربالي يخطئ الترويض. يتنفس السعداء دفاع النجم الرياضي الساحلي. نذكر بهذه المجموعة الثانية الترجي في الصدارة بست نقاط من مباراتين انتصار أول في أولمبي في شلف أمام أولمبي شلف، عفوا انتصار في نيجيريا ضد سانشاين ستارز النيجيري بهدفين صفر، ثم انتصار في تونس وفي نفس هذا الملعب على أولمبي شلف الجزائري بثلاثة أهداف لهدفين. في المركز الثاني على بعد نقطتين النجم الرياضي الساحلي أربع نقاط، انتصار في الجزائر بهدف أيمن بلعيد، تعادل مخيب للامال في سوسا امام سانشاين ستارز النيجيري. ترجع كره مجدي تراوي، ممتازه الكره للترجي لكن وائل باللكحل يلعب في دور دفاعي كبير. حاتم البجاوي والصلابه الدفاعيه لها من الاسم سامح الدربالي. يلعب الترجي الرياضي الليله مشاهدينا الكرام مباراته رقم 219 على المستوى القاري، بينما يلعب النجم الرياضي الساحلي مباراته رقم 193 افريقيا. افول جوزيف يعني كنجانج. دريس المحيرزي يدخل منطقة وسط الدفاع على النجم الرياضي الساحلي. خليل شمام يطلب الكرة على اليسار. وخليل يمر ولكن يعود عليه مصعب ساسي، ممتاز جدا مصعب في الواجبات الدفاعية، يصعب الأمور على خليل شمام. ترجع كرة لخالد المولي. منظومة ترجية في الدفاعات الساحلية والكرة هرب والكرة وكرة إدريس المعيرزي تجد أمامها السلابة الدفاعية للنجمة الساحلية. هذه الكرة شوف الصورة، شمس الدين الذوادي والرامي البدوي، وفي النهاية المدافع النجم الرياضي الساحلي يضع الكرة خارج الميدان. كرة على طول بدون عنوان. الحارس ايمن البلبولي طبعا ايمن المثلوثي كابتن النجم الرياضي الساحلي. امامنا ادريس المعيرزي المدرب نبيل معلول يعتمد على سرعته الفائقه، منذر الكباير يعتمد على الانتشار السليم للكره. المدرب نبيل معلول طبعا يعطي تعليماته لوليد الهجري، ومنذر الكباير في حواره مع ايمن بلعيد
في انتظار اسعافات اولى لجوزيف يانيك نجانك. نبيل معلول منذ ان وصل الى الترجي عائدا المره الثانيه، جاءت الامور الورديه، انتصارات وراء الانتصارات، صداره في البطوله التونسيه، صداره في الاجواء الافريقيه، في انتظار ربما اعاده الثلاثيه التاريخيه الغير مسبوقه بالمره في تاريخ الكره التونسيه بكل تاكيد. اعرض انتصار حققه النجم الصحيح على حساب الترجي افريقيا، كان في هذا الملعب 3 أهداف مقابل هدف، او عفوا يوم 13 اكتوبر الماضي في العاصمه 3-1 2006 للنجم الرياضي الساحلي امام الترجي. هذا جاله من الحضور من جماهير الترجي في ملعب رادس الاولمبي. يستأنف اللعب مشاهدينا الكرام، نقترب من 20 دقيقه لعب في هذه القمه الناريه التونسيه العربيه الافريقيه، حسابات المجموعه الثانيه في جولتها الثالثه في 2012. الترجي والنجم، الترجي من اجل 9 نقاط مثل ما فعل النادي الاهلي المصري في المجموعه الاولى، 3 انتصارات في 3 مباريات 9 نقاط العلامة الكبيرة. وطبعا الترجي ممكن له هذه الليلة تحقيق العلامة، ولكن النجم الرياضي الساحلي يريد الاعتبار، يريد الانتصار والصدارة في هذا المشوار. وائل بلكحل، البعث عن مصعب ساسي، تدخل لخليل شمام، تلمس الكرة مصعب ساسي والتماس يعود لكابتن الترجي. طبعا نذكر بمشوار سجل المنافسه الافريقيه الاغلى مشاهدينا الكرام، النادي الاهلي المصري عنده 6 ألقاب، ثم الزمالك المصري ب5 ألقاب، تي بي مازيمبي 4 ألقاب، ثم حافيا كوناكري الغيني ب3 ألقاب، مع الرجاء البيضاوي المغربي 3 ألقاب، وكانو ياوندي الكاميروني ب3 ألقاب كذلك. في المركز السابع الشانتي كوتوكو الغاني بلقبين، وفي المركز الثامن الترجي بلقبين كذلك، بينما النجم الساحلي عنده لقب واحد سنة 2007. كذلك النادي الافريقي التونسي عنده لقب واحد، وهو أول من أدخل كأس رابطة الأبطال الافريقية إلى تونس سنة 1991. إذا مباراة بين حامل اللقب الافريقي وبطل افريقيا 2007 جوزيف يعني كنجانك، يوزع في القاعدة الثاني لكريم العواضي، متابعة من اللاعب الافريقي سابقا كريم العواضي. ترجع كرة لسبعة الدربعلي، خالد المولي يبقى التماس لسامح الدربعلي، ترجع من جديد لخالد المولي، محمد بن منصور هو للأمانة نقول منذ رحيل يايا بانانا. دفاع الترجي في محوره عرف بعض الاهتزاز والرجات الى حد الان، وليد الهجري محمد بن منصور شاركهم في بعض الاحيان ادريس كوليبالي، شمس الدين الثوادي، التماس لسامح الدربالي، احتجاجات لمنذر الكبير، وكل الاطار الفني للنجم الرياضي الساحلي. سامح الدربالي، خالد المولي، ادريس المحير سيخسر هذه الكره امام فرانكام، مصعب ساسي، لكن الكرة مباشرة لوليد الهجري، مجدي تراوي تقطع نسبي في البناء الهجومي من جانب الفريقين. المولي من جديد هو القلب النابض للترجي في الربط بين الدفاع والهجوم، من جديد خالد المولي، الرامي البدوي يكسب ضربة مخالفة على طول لوائل بلكحل، بلكحل لكن كورتو امام مازو، كان سامح الدربالي، موسى مازو اللي كان موجود في كاس افريقيا للامم في نفس المجموعه اللي فيها تونس مع منتخب النيجر. معز بن شريفيع يتواصل مع محمد بن منصور، مهمه الاطراف في النزعه الهجوميه، سامح الدربالي على اليمين، خليل شمام على اليسار، ولا يمر امام حاتم البجاوي. 3 أندية فقط مشاهدينا الكرام تمكنت من احراز اللقب مرتين متتاليتين، تي بي مازيمبي في مرتين 1967 و1968 ومره اخرى في 2009 و2010، انيمبا النيجيري
في 2003 و2004 والأهلي المصري في 2005 و2006. بعد انتصار سانشاين ستارز على نيجيريا على أولمبي شلف الجزائري إلى حد الآن يتقاسم طبعا الفريق النيجيري المركز مع النجم الرياضي سي علي، ولو أنه نجم باعتبار اللحظة هذه تعادل عنده 5 نقاط يبقى متقدم على الفريق النيجيري. حاتم البجاوي، أريسان أفول أمامه، أيمن بالعيد يكسب المخالفة على حساب البلاك ستارز الغاني. أريسان أفول، 4 لاعبين من الترجي مهددون بالورقة الصفراء في حالة التعرض لها لن يلعبوا مباراة النجم الرياضي الساحلي القادمة في ملعب الأولمبي سوسة. نخص بالذكر طبعا سامح الدربالي، خليل شمام، والحارس معز بن شريفية، ولاعب الارتكاز خالد المولي. ترجع الكرة لأيمن بالعيد، يخسر الكرة كريم العواضي، جوزيف يعني كنجان يعود عليه وائل ملك على الممتياز، رضوان الفالحي لمازو، والكلمة الأخيرة والتصدي كان من وليد الهجري. إلى حد الآن الحارسان العملاقان معز بن شريفية وأيمن البلبولي لم يختبرا ولا مرة. كل اللعب وهذه أفوقات من خالد المولي، أو سانتوس سيلفا يرجع ليه خالد المولي ويدارك غلطته الكبيرة. دريس المحيرسي بالسرعة الكبيرة يتفوق على رامي البدوي. المباراة مشاهدينا الكرام قد تلعب على أخطاء فردية، على هفوات تقديرية. هذه هي خالد المولي، لم يحسن التعامل في مثل هذه المواقف، ولكن فرانسيلي دودو سانتوس سيلفا لم يذهب بعيد في هذه الكرة. سامح الدربالي، ممتاز رضوان الفالحي في التغطية على حاتم البجاوي. مجدي تراوي لا يمر امام دفاع النجم لمولي، فرانكو يتفوق عليه ويعطي فرصه للنجم الساحلي. مصعب ساسي على اليمين وعلى اليسار ايمن بلعيد، ولكن كوره فرانسيلي دودو سانتوس سيلفا كان لها بكل الذكاء خليل شمام، والاصابه طبعا للاعب الترجي، الاسعافات الضروريه خالد المولي. اذا نتابع معكم مشاهدينا الكرام دائما الى حد الان اكثر من 26 دقيقه لعب في هذه القمه الافريقيه التونسيه. لا جديد يذكر ولا قديم يعاد على مستوى النتيجه، سلبيه 0-0 امامنا حسين الراقد. المنتدب الدولي التونسي للترجي الرياضي التونسي غير جاهز بدنيا، موجود في القائمه الافريقيه باختيارات المدرب نبيل معلول. القائمة الإضافية للترجي في منافسات كأس رابطة الأبطال الإفريقية اشتملت على الأسماء التالية، 7 أسماء: أسامة البوغانمي، سيف الله حسني، يوسف البلايلي، حسين الراقد، شاكر السواغي، ديديي ليبري، وبوغانا. ترجع الكرة من سامح الدربالي على طول لجوزيف يانيك جانج، أفضل خلف لأحسن سلف مايكل إير رامو. المولي على طول لليسار محمد بن منصور، نفس السيناريو بن منصور، ادريس المحيرسي وخليل شمام على اليسار، وليد الهجري، سامح الدربالي، وحارسون افول على اليمين. الدربالي يراوغ لاعبين والثالث وين؟ ويمر الدربالي والرابع، والهجوم خطير من جانب الترجي، والتدخل اكثر من رائع من رامي البدوي. النجم الرياضي الساحلي اقوى خطوط الدفاع بحساب المجموعتين، الى حد الان لم يقبل اي هدف منذ بدايه دوري المجموعات. ويانيك الجانج، او شمس الدين الثوادي، هو شمس الدفاع للنجم الرياضي الساحلي، رائع شمس الدين الثوادي.
يعود على الكاميروني جوزيف يانيك جانك الغاني عفون عفون يوزع والكرة بركنية للترجي. هيجان غنيان لفريق باب سويقة. أريسون عفون باليسار أستر يا ستار وهذه الكرة يلمسها الحارس البلبولي وتعطي ركنية ترجية. نقترب من نصف ساعة لعب وبدأت تولع المباراة. نار 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 بين الكبار. كرة للترجي البلبولي كابتن النجم الرياضي الساحلي ولكن على طول يقتنصها يريد استغلال المساحات. الرضوان الفالحي يحاول البحث عن موسى مازو موسى مازو عفون يكسب المخالفة. كل لاعبي الترجي في النزعة الهجومية والدفاعية بنفس الطريقة بدأ يرتفع النسق والإيقاع. مشاهدينا الكرام طبعا أعلن الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء قائمة تصنيف أفضل 430 نادي أو فريق لكرة القدم في العالم عن الفترة من 1 يوليو إلى 1 أغسطس. برشلونة الأول عالميا. على الصعيد العربي والإفريقي يواصل الترجي تصدر أفضل فرق إفريقيا والعرب برصيد 138 نقطة. ثم يأتي العملاق الأزرق السوداني الهلال في المركز الثاني و71 عالميا للترجي 88 عالميا للهلال السوداني. المغرب الفاسي في المركز الثالث العربي و100 عالميا. ثم الوداد البيضاوي الرابع عربيا والاتحاد السعودي الخامس. الأهلي المصري يأتي ثامن العرب والزمالك هو السابع إلى حد الآن. وهذه كرة لأيمن بالعيد الكماشة الحمراء والسفر أوراع وترجع ليمين الدفاع سامح الدرباني. دائما محاولة البحث على جوزيف يانيك جانك. فرانك كام ترجع له الكرة من وائل بالأكحل. الجبهة اليمنى اللي موجود فيها مصعب ساسي ورامي البدوي تتحرك الآن. رامي البدوي يحاول المرور ويراوغ والحكم ماذا يقول؟ ضربة مرمى للترجي. لم يأتي اليوم نيون ضربة مخالفة لرامي البدوي. ليس هنالك احتكاك بين اللاعبين. المدرب نبيل معلول يأتي تعليماته لسامح الدربالي. نصف ساعة لعب لم تأتي بالأهداف إلى حد الآن في هذه السهرة الرمضانية الإفريقية التونسية العربية بين الترجي والنجم الرياضي الساحلي. أكيد الترجي من أجل الانتصار والنجم الرياضي الساحلي من أجل رد الاعتبار في أصعب مشوار إلى حد الآن بين الكبار. جوزيف يانيك نجان يعود بالكرة لمجدي تراوي. محمد بن منصور يوصل الكرة لليسار خليل شمام. إدريس المحيرس يطلب الكرة. انتشار ممتاز للاعبي النجم الرياضي الساحلي. أريسان أفول مجهودات كبيرة والرائعة يقوم بها وائل بالأكحل. فرانسيليتو دو سانتو سيلفا يحاول استغلال هفوات اللاعبين الوسط للترجي. إدريس المحيرسي خطير في الهجوم يقطع له لوعد بالأكحل. ممتاز وعد ينتظر وصول لأيمن بالعيد. ترجع كرة وليد الهجري. شمس الدين الذوادي في حواره مع جوزيف يانيك جانك. قوة بدنية دبابة إفريقية كاميرونية ترجية في المباراة. الحكم يقول ليست هنالك مخالفة لكريم العواضي. سانتو سيلفا لأيمن بالعيد. موسى مازو يطلب الكرة في ظهر دفاع الترجي بعيد على طول لمعز بن شريفية. موسى مازو لاعب منتخب النيجر تجارب عديدة أوروبية بالأخص فرنسية والآن يلعب في الأجواء التونسية. أحد أغلى انتدابات النجم الرياضي الساحلي. المدرب منذر الكباير فضله على مانجولو بالعيد.
بلعيد كورته لوائل بلاكحل، تسدي من مجدي التراوي. الكلمة ما زالت دائما للدفاع على حساب الهجوم بين الفريقين. موسى مازو من جانب النجم الرياضي الساحلي، جوزيف يانيك نجانج من جانب الترجي. نذكر أن النجم الساحلي نجح في استقطاب متوسط الميدان الهجومي لنادي قلوب الصنوبر الغاني اوريا اجانتي بعقد يمتد على 3 سنوات ليكون افضل خلف لاحسن سلف البرازيلي دانييلو بيترولي. وليد الهجري، اريسان افول، سامح الدربالي، خات امنو، ايمن بلعيد يسترجع بسرعه ترجي الكره، قوه الترجي في افتكاك الكره واسترجاعها في مناطق النجم الرياضي الساحلي. اريسان افول، عمليه ثنائيه رائعه. الحارس ايمن البلبولي اسرع من ادريس المحيرسي، كره في ظهر الدفاع النجم الرياضي الساحلي، والتصدي رائع لكابتن الفريق ايمن البلبولي. ترجع الهجمه الساحليه، موسى مازو، اربع لاعبين من الترجي والمخالفه لصالح الغاني افول. مئة واربعة وستين مباراة للترجي في كأس رابطة الأبطال الأفريقية، ومنذ تسمية المنافسة بكأس رابطة الأبطال سنة 1997 المباراة رقم 128 للترجي. الترجي لعب 127 مباراة في كأس رابطة الأبطال، 67 انتصار، 34 تعادل، و 26 هزيمة. سجل أبناء باب سويقة 230 هدف واهتزت شباكهم في 112 مناسبة، بينما النجم الرياضي الساحلي يلعب مباراته رقم 81 هذه الليلة في كأس رابطة الأبطال الأفريقية. 76 مباراة، 86 نتابع هذا الهجوم للترجي. مجدي التراوي، مباراة رقم 77 للنجم الرياضي الساحلي في كأس رابطة الأبطال، 38 انتصار، 18 تعادل، 21 هزيمة. سامح الدربالي لا يمر امام ايمن بلعيد، يسترجع الكره وليد الهجري، ترجع لمدافع ترجي من جديد سامح الدربالي. 35 دقيقه لعب مشاهدينا متابعينا، التعادل السلبي بين الترجي والنجم الرياضي الساحلي في ثالث مباريات المجموعه الثانيه. الهجوم لمحمد بن منصور، جوزيف يانيك نجانج يرجع من جديد لقلب دفاع الترجي. بن منصور طويل الكره والحارس ايمن البلبولي تعلم اصول الحراسه في النادي الافريقي ورحل عنها في صنف الاصاغر واصبح النمبر 1 الكره التونسيه في النجم الرياضي الساحلي ايمن البلبولي او المثلوثي. فرانك محمد بن منصور ينزل الايقاع والنسق مشاهدينا الكرام. الى حد الان ترتيب البطوله التونسيه طبعا نذكروا به، وهذه عجمه يقطعها ممتاز مجدي التراوي ويعطي كره لكن شمس الدين الثوادي بالمرساد يسترجعها مصعب ساسي، وساسي يمر في مره اولى امام خليل جمام ولكن يرجع عليه خالد المولي. خليل جمام لمسة يد ضد دريس المحيرسي، يتفتن لها الحكم الكاميروني اليوم نيا على طول. يلعب بسرعة لواء البلاكحل، أيمن بلعيد ممتاز، صعود لحاتم البجاوي، البجاوي يتقدم ويهرب يدخل منطقة الجزاء، خطيرة خطيرة الكرة، يوزع والتدخل الرائع من وليد الهجري ينقذ الموقف في دفاع الترجي. يرجع الهجوم عكس لجوزيف يانيك جانج ومعاه رضوان الفلحي ويكسب ضربة مخالفة. هات الصورة وشوف الكرة، الهجمة الأولى اللي مر بها النجم الرياضي الساحلي على يمين دفاع الترجي. أيمن بلعيد، موسى مازو يطلب الكرة في دار الدفاع، مازو مازو يحاول المراوغة، مازو يحافظ على كورته، موسى على اليسار مصعب ساسي، وهذه كرة لأيمن بلعيد، بلعيد يتقدم أيمن يرجع ينتظر المساندة، يلعب مع مازو، هجوم للنجم الرياضي الساحلي وفي النهاية يعود للدفاع لرضوان الفلحي ويمكن الترجي من إعادة التمركز الدفاعي.
الرامي البدوي لمصعب ساسي، الحكم يطلب اللعب، يطلب اللعب، كرة للترجي لخالد المولي. الفريقان بحذر واضح من جانب المدربين نبيل معلول ومنظر الكباير. خالد المولي، مجدي تراوي، أكيد في مثل هذه الأجواء الرمضانية ربما لا نقول أكثر، الإيقاع والنسق عادي. وهذه كرة لكريم العواضي لجوزيف يعني كنجانك، دريس المعيرسي يمر في منطقة الجزاء، يوزع والتدخل ممتاز من رضوان الفالحي. كرة لمصعب ساسي، يخسر مصعب الكرة والحكم يأتي ضربة جزاء، ضربة جزاء للترجي الرياضي التونسي بعد هفوة يقوم بها مصعب ساسي داخل منطقة الجزاء، والحكم الكاميروني لم يتردد أبدا في الإعلان على ضربة جزاء للنجم للترجي الرياضي التونسي مع ورقة صفراء لمصعب ساسي بتدخله الأخير في هذه اللقطة الأخيرة. إذا أول سيناريو مشاهدينا الكرام، هذه الصورة، شوف الكرة، قوة خليل شمام في افتكاك الكرة، يمر أمام مصعب ساسي ولاعب النجم الرياضي الساحلي يقوم بإعاقة كابتن الترجي، ضربة جزاء أكثر من مستحقة لفريق باب السويقة في هذه اللحظات المثيرة. أول سيناريو إذا للترجي خالد المولي في حواره مع أيمن البلبولي. أنا نقول منذ البداية وأنه خالد المولي سيسدد على يسار الحارس البلبولي، هذا رهاني الشخصي. يبقى البلبولي في المتابعة أم في المتابعة أم في المتابعة، هذا ما سنعرفه. خالد المولي اللي تعود يسدد على يسار الحراس، هل يعيد هذه المرة ويسدد على يسار الحارس أيمن البلبولي؟ سنتابع، قد يغير المكان. إذا خالد المولي يتقدم، أيمن البلبولي في التركيز، هل الكرة تكون على يسار البلبولي مثل ما عودنا خالد المولي عن تسديد ضربات الجزاء؟ الثبات لخالد المولي أم المهارة والشطارة لحارس المنتخب التونسي والنجم الرياضي الساحلي أيمن البلبولي؟ الحكم الكاميروني يطلب من أيمن البلبولي عدم مغادرة الخط النهائي للمرمى. خالد المولي وفي حالة غليان جمهور الترجي والكرة والحكم، إذا سيقوم بإنذار جماعي ثاني للحارس أيمن البلبولي. دفاع النجم الرياضي الساحلي يحتاج جمهور الترجي في حالة غليان بركان في المدارج الخلفية للحارس البلبولي، على اليسار المولي أم على اليمين؟ يتقدم خالد المولي، خالد يتقدم، الحكم يعطي الإعلان، وإذا خالد في عقوريان والمولي سدد جول على يسار الحارس أيمن البلبولي، لكن الكرة في التسعين، هذه الكرة وين وين من خالد المولي في الزاوية التسعين، أحمر وأصفر اللون من أجمل ما يكون في هذه اللحظات. غليان بركان في مدرجات ملعب رادس، جماهير الترجي تولع المباراة بالنيران في ملعب النار، يتقدم الترجي في هذا المشوار. هذه الصورة وشوف الكرة، خالد المولي في الزاوية التسعين يعطي الأسبقية الترجية. النجم الرياضي الساحلي متخلف بهدف لصفر، وهذه كرة المولي كما توقعت أنا شخصيا على يسار الحارس البلبولي، ولكنها في الزاوية المستحيلة. فرحة الإطار الإداري والفني للترجي، والترجي هدف لصفر أمام النجمة الساحلية. الترجي من أجل تأكيد المشوار، والنجم الرياضي الساحلي من أجل رد الاعتبار، ما زالت مباراة الكبار هنا في ملعب رادس الأولمبي. مشاهدينا الكرام، جماهير الترجي تزداد في الأعداد بكثرة، أنا أقدر شخصيا أكثر من 15,000 متفرج حاضرين في ملعب رادس، على غير المتعامل به في مثل هذه المواقف الإفريقية في الخطة الأمنية خلينا نقوله، لكن ومن الحب ما قتل. وجماهير الترجي تحضر في هذه المباراة بقوة. مصعب ساسي يتحرك، ينطلق على اليسار، مصعب يتقدم، يحاول المرور، يعطي كرة لفرونسيدو دو سانتوس سيلفا، مباراة تاخذ من عرجات خطيرة، وكرة لمصعب ساسي، مصعب يوزع، والركنية للنجم الرياضي الساحلي.
لما يتحرك مصعب ساسي تصعب الامور على دفاع الترجي. مصعب يريد ان يتدارك العفو وهو قادر على ذلك. هو القنبله الموقوته للكره التونسيه ويقدر ان ياتي بالاشياء المثاليه. الكره ترجع لمصعب ساسي، مصعب ساسي يوزع. دفاع الترجي وليد الهجري ضغط كبير وخطير من جانب النجم الرياضي الساحلي. الرامي البدوي يمر ويوزع والترجي في محاولات دفاعيه يخرج الكره في التماس. لحظات صعبه يمر بها دفاع فريق باب السويقه. النجم الرياضي الساحلي لن يرضى بهذه النتيجه، والترجي من اجل التاكيد في انتظار هذا اللقاء العنيد بين عملاقي الكره التونسيه. ترجع كره طويله، لا يلعبها النجم الرياضي الساحلي مرتده. تمهيد من فرانسيلي دو سانتوس سيلفا والمقصيه من رضوان الفالحي خارج الميدان بدون عنوان. اقل من دقيقتين لنهايه الشوط الاول والترجي بجمهوره يسجل حضوره، والنجم الرياضي الساحلي يؤمن بكل حظوظه للعوده في المباراه. لاول مره في دوري المجموعات هذا الموسم النجم الرياضي الساحلي يقبل هدف في شباكه، حافظ على النظافه في مباراته ضد اولمبي شلف في الجزائر وكذلك ضد سانشاين ستارز النيجيري في الملعب الاولمبي بسوسا. لكن هذه المره تكسرت الجره بواقع خالد المولي من ركله جزاء. خليل شمع ودريس المحيرسي مع الرامي البدوي. نتمنى عوده الجماهير الى الميادين التونسيه. كره القدم بدون جمهور هي جسم بلا حضور، الروح غايبه. ان شاء الله نقول ان الجمهور التونسي يعطينا امثله عديده للتشجيع على العوده للملاعب، كم نحن بحاجه الى عوده هذه الجماهير الذهبيه الترجيه والساحليه والافريقيه للنادي الافريقي والبنزرتي والملعب التونسي وكل الانديه التونسيه، نادي صفاقسي، جبهه القيروان، ترجي جرجيس، قواف الكبسه، الاولمبي البيجي، المستقبل المرسى، الكل لابد ان نعود الى الجماهير متعه الحضور الكروي في الملاعب. خالد المولى يحاول لكن هذه المرة التصويب كرة صاروخية عابرة للقارات. وأيمن البلبولي، مجدي دراوي يا سلام، ولكن البلبولي في أحلى الأيام يخرج الكرة في الركنية. الترجي والعودة المثالية، عشان الليلة وهذه كرة من وليد الهجري وضربة مرمى للنجمة الساحلية. الأمور تتحسن الآن على مستوى الإيقاع والنسق. مشاهدينا الكرام، الترجي متقدم بحضور جمهوره، يسجل حضوره بخالد المولي، وهذه الكرة ترجع من جديد على طول سامح الدربعني على اليمين أريزون أفول، يرجع للوراء مجدي تراوي، استلام الكرة من كريم العواضي. وليد الهجري يحاول ان يقتل الوقت، الترجي يحاول ان يعود الى حجرات الملابس، متقدم بهدف لصفر. كم هو هام هذا التقدم بالنسبه لحسابات المدرب نبيل معلول. ترجع كره لكريم العواضي، المدرب معلول اللي قام بثلاثه تغييرات خلال مباراه الشلف، جاب كريم العواضي، جاب ادريس المحيرسي واكيد وحط على طول وليد الهجري في محور الدفاع. معز بن شرفية لأريزونا فيرد، حاتم البشاوي، مصعب ساسي يفكروا الكرة، يسترجعها الترجي عبر كريم العواضي. موسى مازو أسرع من وليد الهجري، يحاول المرور والركنية للنجمة الرياضي الساحلي. آخر ومضات وآخر المحاولات من جانب النجمة الساحلية في هذه اللحظات الكروية. نلعب الوقت البديل مشاهدينا الكرام، ولا بديل للنجمة الرياضي الساحلي إلا التعديل والترجي من اجل التاكيد. الركنيه وائل بلكحل يوزع بن شريفيه، لكن سانتوس سيلفا يعود عليه. ادريس المحيرسي اللي يمر للسرعه القصوى لكن يخسر الكره امامه حاتم البشاوي. موسى مازو اقوى منه، محمد بن منصور، شمس الدين الثواتي، ممتازه كورتو، اسامه الدربالي يقوم بتأمين الدفاع أمام وائل بلكحل. مصعب ساسي
ويعطي كرة بدون عنوان للحارس معز بن شريفية. إذا مشاهدينا الكرام ما زالت الأمور لم تحسم، المباراة لم تباح بكامل أسرارها. الحكم عليوم نيون يعلن على نهاية الشوط الأول بتقدم الترجي الرياضي التونسي على النجم الرياضي الساحلي بهدف لصفر. هدف خالد المولي من ركلة جزاء، هدف لصفر للترجي مع انتظار طبعا عودة للشوط الثاني لهذه القمة النارية التونسية في الأجواء الإفريقية. بعد الفاصل نعود بكم من جديد مشاهدي الجزيرة الرياضية للزميل معز بولحية. مكان مصعب ساسي في اختيارات المدرب منذر الكبير. 45 دقيقة للنجم الرياضي الساحلي من أجل التعديل، 45 دقيقة للترجي من أجل التأكيد في ثالث مباريات المجموعة الثانية لكأس رابطة الأبطال الإفريقية. نذكر بطاقم التحكيم كاميروني لليوم نيو أمامنا 30 سنة، اللي كما قلنا أدار مباراتين للترجي أمام نفس المنافس الوداد البيضاوي المغربي. الترجي لأول مرة يسجل بحضور هذا الحكم وعن طريق ركلة جزاء. خالد المولي، سامح الدربالي لأريسان أفول، أيمن بالعيد، كرة لموسى مزيو أمام وليد الهجري، والهجوم يبقى للنجم الرياضي الساحلي. إذا هجمة أولى للنجم الرياضي الساحلي مع بداية الشوط الثاني. عفول بعملية مقصية ازدواجية، استلام لوائل بلكحل، كل الترجي في الدفاع ما عدا جوزيف يانيك جانك. كريم العواضي، إدريس المحيرسي، أريسون عفول إلى جانب مجدي تراوي وكذلك خالد المولي. أيمن بالعيد، وائل بلكحل، انتشار سليم للترجي في عكس الهجوم. جوزيف يانيك جانك، كريم العواضي وإدريس المحيرسي في المساندة، خالد المولي في الاستلام، خليل شمام متأخر على مستوى النزعة الهجومية على اليسار، لكن أريسون أفول حاضر على اليمين. ترجع كرة لمجدي تراوي، فرانسيلي دو سانتوس سيلفا يحاول خلق الضغط العالي على لاعبي الترجي مما يرجع الكرة لمعز بن شريفية. اليوم محمد بن منصور هادئ جدا على مستوى ثاني قلب دفاع إلى جانب وليد الهجري. كريم العواضي، إدريس المحيرسي، أرضية الملعب الأولمبي برادس طبعا ليست أبدا مثالية في هذه الأمسية الرمضانية الكروية. شمس الدين الذواتي في حواره مع جوزيف يانيك جانك، حكم يطلب اللعب، كرة للمجد الشودي، أسرع منه أريسون أفول وفرانكوم والمخالفة. أسمراني النجم الرياضي الساحلي يتعرض للورقة الصفراء في دقيقتين منذ بداية الشوط الثاني. سرعة كبيرة للبلاك ستارز الغاني. أريسون أفول أحد أفضل من أتى به في الأجانب على مستوى الدوري التونسي الترجي. خليل شمام، التدخل من رضوان الفالحي، وائل بلكحل في عكس الهجوم للنجمة الساحلية، ولمسة يد ضد خالد المولي لصالح فرانسيلي دو سانتوس سيلفا. تلعب بسرعة، لمجد الشهودي يخسر الكرة، التركيز مفقود في الخط الأمامي للنجم الرياضي الساحلي. سامح الدربالي يغير بنجاح لمحمد بن منصور، يتقدم بن منصور، لكن يسترجع الكرة الرامي البدوي لفرانكام. خالد المولي بامتياز يفتك هذه الكرة. الدوري التونسي طبعا يتصدره الترجي برصيد 55 نقطة من 24 مباراة، على بعد نقطة نجد النادي الرياضي البنزرتي في المركز الثالث المستقبل الرياضي بالمرسى 44، ثم نادي الرياضي الصفاقسي
في المركز الرابع ب 42 فالنجم الرياضي الساحلي 38، وفي المركز السادس النادي الافريقي ب 33 نقطة. وكرة ممتازة لأفول يقطعها النجم الرياضي الساحلي عبر حابة البشاوي، لكن الضغط العالي للترجي يقلق حسابات منظر الكباير. أبرز نقاط المدرب نبيل معلول على مستوى الضغط العالي افتكاك الكرة في مناطق النجم الرياضي الساحلي، وهذا ما يصعب عملية البناء الهجومي لفريق المدرب منظر الكباير. البجاوي لا يمر، يسترجع الترجي الكرة بسرعة. فارق ربما الأداء هذه الليلة على مستوى الفريقين هو أن الترجي يسترجع الكرة بصفة أسرع من النجم الرياضي الساحلي. ديربالي بن منصور، المخالفة ضد سانتوس سيلفا، والحكم اليوم نيون يطلب التهدئة. طبعا الوقت يمر لصالح الترجي للعلامة الكاملة، ثلاث مباريات وثلاث انتصارات. ادريس المحيرسي على طول لكريم العواضي، محمد بن منصور على اليسار، كرة سريعة من جانب فريق باب سويقة، كريم العواضي يعطي كرة لخالد شمام اللي يتمكن من التوزيع لكن يسترجعها نجم الساحلي عبر لمجد الشهودي. شمس الدين الثوادي، حاتم البجاوي قبل خروج الكرة، وليد الاجري في التنظيم الدفاعي دائما في التغطية على سامح الدربالي، في المقابل محمد بن منصور يأمن الجبهة اليسرى لما يتقدم خالد شمام وجوزيف يانيك نشانك اللي حاول التسديد والركنية للترجي. خمسة دقائق لعب منذ بداية الشوط الثاني، ركنية أولى للترجي. الدبابة البشرية الهجومية طبعا جوزيف يانيك نشانك، قوة بدنية مثالية. المجموعة الأولى اللي نذكروا فيها وأن الأهلي المصري فاز على بريكوم تشيلسي الغاني 4-1 بدون فتحي ولا أبو دريكة ولا عماد متعب. تسع نقاط من ثلاثة مباريات، العلامة الكبرى للأهلي المصري. كريم العواضي يخلي الكرة تمر لخالد شمام، وشوف خطير للترجي على مستوى القعم الثاني، أيمن البلبولي يسيطر على الجميع. موسى مازو صعب هو الترويض لمهاجم منتخب النيجر. الاهلي المصري في المجموعه الاولى بتسع نقاط، ثم تيبي مازامبي اربع نقاط، بيريكام تشيلسي اربع نقاط، لكن فرق الاهداف لصالح تيبي مازامبي اللي عنده ايجابي هدف مقابل سلبي هدفين للفريق الغاني. جوزيف يانيك نشانك في موقع متسلل، وفي المركز الرابع الخيبه الكبرى للزمالك المصري، ثاني اكثر المتواجدين بكاس رابطه الابطال الافريقيه، الذي يخسر في ثلاث مباريات متتاليه ويخرج من المسابقه. وهذه كره سانتوس، كره رائعه من سانتوس، ولكن الدفاع عبر محمد بن منصور لا تلف ولا تدور. ترجع كره من جديد لفرانك كام، ممتاز هذا اللاعب، ممتاز هذا اللاعب في الارتكاز من جانب النجم الرياضي الساحلي. شمس الدين الثوادي يعطي كره رائعه في ظهر المدافع خالد شمام، والرمي البدوي، المخالفه ضد مدافع النجم الرياضي الساحلي. المخالفة ضد النجم الرياضي الساحلي. طبعا على مستوى الدول في ترتيب التتويج الافريقي لكأس رابطة الابطال، جمهورية مصر العربية تأتي في المركز الاول 12 لقب، 6 القاب للنادي الاهلي، 5 القاب للزمالك، ولقب للنادي الاسماعيلي. في المرتبة الثانية جمهورية الكونغو الديمقراطية بخمس القاب، 4 القاب للتيبي مازامبي ولقب لأيس فيتا كلوب. في المرتبة الثالثة المغرب بخمسة ألقاب، 3 ألقاب للرجاء البيضاوي، لقب للوداد البيضاوي ولقب للجيش الملكي. في المركز الرابع الكاميرون بخمسة ألقاب، 3 ألقاب لكانو ياوندي، لقب ليونيون دولا ولقب لأوريكس. ثم تأتي تونس في المركز الخامس بأربع ألقاب، لقبين للترجي، لقب للنادي الإفريقي ولقب للنجم الرياضي الساحلي.
نبيل معلول يواجه لاعبيه دائما على خط التماس. منذر الكباير طبعا حاضر كذلك على خط التماس لكن باكثر هدوء. هذه كره لموسى مازو، تفوق وليد الهجري اللي بعد ان خذها على الجراحه يعود في الوقت اللازم للملمه جراحه الدفاع التونسي للترجي اللي قبل هدفين ضد اولمبي شلف. وطبعا كانت هناك علامات استفهام كبرى على مستوى نجاعه ونجاح مستوى وسط الدفاع للترجي. خالد المولي، يعني كنجانك يعطي كره لايمن بلعيد. التماس للنجم الرياضي الساحلي بتقدير الحكم المساعد الاول في هذه المباراه ميكوندي ايفاريست. الترجي صاحب الثلاثيه التاريخيه، الكاس والبطوله في تونس وكاس رابطه الابطال الافريقيه والحضور في الكاس العالميه للانديه، يريد تكرار نفس السيناريو في المره الثانيه متتاليه. الى حد الان ناجح كل النجاح بكامل الافراح، لكن النجم الرياضي الساحلي ما زال لم يقل كلمته في هذا الموضوع. سانتوس يخسر الكره مع مجدي التراوي. الترجي يحاول المرور للسرعه القصوى لكن كره التراوي اللي يعني كنجانك بعيده. اصابه لادريس المحيرسي. مدرب نبيل معلول يلتفت لذاك الاحتياط، ربما وجدي البوعزي الاقرب للتعويض. اللاعب ادريس المحيرسي استغلال هذه الفتره طبعا لشرب المياه في الملعب الاولمبي للرادس. جماهير الترجي طبعا تصفق ليوسف البلايلي اللي المدرب نبيل معلول يطلب حضوره الان. اللاعب الجزائري اللي اصبح احد ابرز النجوم اللي يعشقها جمهور الترجي سيدخل في هذه اللحظات القادمه وسياخذ مكان لاعب منتخب الاواسط ادريس المحيرسي اللي يتعرض للاصابه. جانب من الحضور في مدرجات الملعب الاولمبي بيرانتس لجمهور الترجي. مباراه العوده ستكون يوم 18 اغسطس القادم في ملعب سوسه الاولمبي بحضور كبير لجمهور النجم الرياضي الساحلي. الرامي البدوي، ايمن بلعيد، كريم العواضي يخسر الكره، فرانكام وائل بلكحل على طول يغير المكان، سانتوس سيلفا الحكم يعطيه مخالفه. تلعب بسرعه لحاتم البشاوي. الرضوان الفالحي من جديد لفرانسيلي دودو سانتوس سيلفا. كرة سريعة لمجد الشهودي ولكن صلابة دفاعية لفريق الترجي. يبقى النجم الرياضي الساحلي في وضعية هجومية. ترجع كرة لمجدي التراوي على طول خليل شمام. دائما الكرات القصيرة والأرضية بلغة الأكاديمية من جانب الترجي. شمام كابتن الترجي يخرج من هذه الورطة الهجومية للنجم الرياضي الساحلي. في النهاية رضوان الفالحي ياخذ الكرة طويلة باتجاه موسى مازو. محمد بن منصور هو الأقوى والكرة على طول للغاني أريزون أفول اللي يهرب على اليمين. أفول في هجوم، أفول الغاني يوزع والحارس البلبولي. النسقر طبعا الآن مشاهدينا الكرام 12 دقيقة لعب منذ بداية الشوط الثاني. نذكر بالنتيجة، تقدم الترجي بهدف لصفر، هدف من ركلة جزاء لخالد المولي. كرة طويلة لفرانك محمد بن منصور اليوم يقوم بمباراة رائعة في التغطية في القراءة الفنية الممتازة لأفكار مهاجمية النجم الرياضي الساحلي. بن منصور اللي يحذق اللعب كذلك على اليسار في الدفاع إلى جانب محور الدفاع. لاعب جوكر جوزيف يانيك جانك قادر على المرور أمام الرامي البدوي اللي يتفوق عليه في مرة أولى. والكلمة الأخيرة لمدافع النجم اليوم نيو يطلب المكان المناسب. إذا يوسف البلايلي يستعد للدخول أمام عاصفة من التصفيق لجمهور الترجي.
وإدريس المحيرزي سيغادر كما توقعنا. النجم الجزائري يوسف البلايلي القادم من وهران يريد أن يكون هو نجم هذا الزمان في هذا الرهان بعد النجاح اللافت للانتباه في مباراة شلف الجزائرية في نفس هذا الملعب في الجولة الثانية. كان حاسم يوسف البلايلي في حسم المواضيع بعد دخوله وأعطى التعادل والانتصار للترجي في أوقات حرجة جدا. غياب مؤثر للمايسترو يوسف المساكني أريجان أفول. ترجع كرة ممتازة لكريم العواضي. العواضي لجوزيف يانيك نجانك. لكن أمامه قلب دفاع من الطراز العالي. شمس الدين الذوادي حقيقة لعب في المواصفات المثالية المتقدمة. طبعا متطور جدا في الأداء، يعرف يخرج بالكرة. لاعب فني جدا، يلعب بمخه، يلعب بذكاء وقوي بدنيا. تدخل قوي من حاتم المشاوي أمام أريزونا فول. الباك ستارز الغاني يكسب ضربة مخالفة. رضوان الفالحي يرجع لمحور الدفاع. الجولة الرابعة طبعا ستكون بالنسبة للمجموعة الثانية يوم 19 أغسطس القادم. المجموعة الأولى عفوا، بيريكام تشيلسي يستقبل النادي الأهلي والزمالك يستضيف تيبي مازيمبي. ويوم السبت 18 أغسطس أولمبي شلف يستضيف سانشاين ستارز الغاني النيجيري، والنجم الذي الساحلي يستقبل الترجي في أولمبي سوسا. فرانك كامل اللي قام بالمخالفة. يوسف البلايلي أمام الكرة، كرة ثابتة ضد النجم الرياضي الساحلي والحارس أيمن البلبولي. أمام الكرة يوسف البلايلي ومجدي الدراوي. إذن نتابع هذه الكرة الترجي من أجل التأكيد. دفاع النجم الرياضي الساحلي ينتظر المساعب. يوسف البلايلي يسدد ولكن الحارس أيمن البلبولي موجود في المكان المناسب، الحارس المناسب. جيستين جونيور مانغولو يستعد للدخول من جانب النجم الرياضي الساحلي. قد يغادر مازو لاعب منتخب النيجر. يوسف البلايلي امام الكره، امامه كل من رامي البدوي، ولكن يتدخل في النهايه شمس الدين الذوادي. سانتا سيلفا فرانكا لاعب حركي ممتاز جدا، مكسب كبير للنجم الرياضي الساحلي. فرانكا مخالفه ضد خليل شمام. طبعا خليل شمام، لما نتكلم على خليل شمام يستحيل انه لا نتكلم على الوالد عبد السلام شمام، افضل من افضل ما انجبت الكره التونسيه. عبد السلام شمام اليساريه الذهبيه للكره التونسيه. في الحقيقه عائله شمام كلها كرويه، لا ننسى لاعب الترجي السابق كذلك سمير شمام اللي كذلك لعب سنوات كبيره للترجي في وسط الميدان. والهادي شمام ولدهم اللي يرحمه طبعا كان لاعب النادي الرياضي اصفاقسي. ترجع كرة من جديد لمعز بن شريفية. الوقت يمر، الوقت يمر بكل تأكيد. الأحداث أمر وأمر على النجم الرياضي الساحلي. أكبر مستفيد من هذه النتيجة هو بكل تأكيد سانشاين ستارز النيجيري اللي يصبح في المركز نفس المركز مع النجم الرياضي الساحلي برصيد 4 نقاط. وائل بالأكحل كرة ممتازة في ظهر سامح الدربالي، يحاول المرور ولكن الحكم يعطي المخالفة. مانغولو أمامنا في أول دخول، يجبر الحكم على استعمال الورقة الصفراء ضد سامح الدربالي. أو أمامنا في الصورة جوستين جونيور مانغولو. النجم الرياضي الساحلي ايضا يلعب كل اوراقه الهجوميه. موسى مازو، لمجد الشهودي، وجاستين مانغولو من اجل التعديل. طبعا فيها نوع من المجازفه من منظر الكباير، لكن اللي خاف في كره القدم لا يحقق الانتصار. الكره الثابته من وائل بالاكحل. دفاع الترجي متقدم، الحارس معز بن جريفية كل التركيز. التقدم لثنائي محور الدفاع شمس الدين الذوادي ورضوان الفالحي
كرة خطيرة على الترجي، كرة في القائم الثاني شمس الدين الثوادي، والمتابعة للرامي البدوي. وترجع الكرة لرامي البدوي، نجم الرياضي الساحلي في وضعية هجومية. أيمن بن عيد، البدوي بن عيد من جديد. أربعة لاعبين، إلى أين المسير؟ في النهاية التماس للترجي، الترجي انتشاره قوي في وسط الميدان بحكم الثلاثي الرهيب مجدي تراوي، كريم العواضي وخالد المولي. في المقابل الإعياء بدع نوعا ما على وائل بن الأكحل، فرانكوم يجتهد كما يجب إلى حد الآن. سامح الدربالي، الاتصال بأنيسان أفول، حاتم البجاوي ممتاز في النجاح الدفاعية. النجم الرياضي الساحلي اللي مازال ينتظر بحامد الناموشي الذي لم يتعافى إلى حد الآن من الإصابة. بالعيد رامي البدوي وخليل شمام، الكابتن يعطي أكبر مثال على الروح الانتصارية، الروح القتالية للاعبي الترجي. المولي بن منصور، مجدي تراوي لمسة الشهودي في الضغط العالي، خليل شمام يرجع للوراء، يوسف البليل وكريم العواضي، لكن رضوان الفرحي ممتاز يقطع الكرة. محاولة هجومية للنجم الرياضي الساحلي، أيمن بن عيد، موسى مازو في وضعية المتسلل. دفاع الخط ناجح للترجي بقيادة وليد الهجري ومحمد بن منصور. منذر الكبير ربما الليلة، هذه النتيجة المخيبة للأمال بالنسبة لجمهوره لإدارة النجم، قد تطرح بعض التساؤلات، ولكن نحن نقول دائما لابد أن نترك للمدربين أوقات كبيرة لتحسين الأوضاع. بن منصور يستميت كذلك، أكيد الثنائية وليد الهجري محمد بن منصور أفضل بكثير من حضور إدريسا كوليبالي اللي كانت له هالة كبيرة عند وصوله للترجي في حوار بين الإفريقي والترجي، ولكن في النهاية تمخذ الجبل فولد فأر. إدريسا كوليبالي يستغني عن خدمات الترجي لضعف المردود. أفول والتغطية من شمس الدين الذوادي. نبيل معلول يطلب بسرعة عودة مجدي تراوي، وسامح الدربالي للمواقع الدفاعية لا يريد التباطؤ من مجدي تراوي. غضب كبير من نبيل معلول على مجدي تراوي لأنه مجدي لم يعد بسرعة للتمركز الدفاعي. مانجولو لا يمر وحده، لكن هذه المرة الدفاع له الكلمة الأخيرة. 67 دقيقة لعب منذ بداية المباراة والتقدم للترجي مشاهدينا الكرام، هدف للصفر، هدف خالد المولي في ثالث مباريات المجموعة الثانية، المؤهلة للدور نصف النهائي من كأس رابطة الأبطال الإفريقية. أريسون أفول لخالد المولي، كرات قصيرة تمر عبر كل دفاع الترجي. مجدي تراوي، وليد الهجري، مباشرة لرضوان الفالحي. الفالحي اللي كانت له تجربة في البوندسليغا مع نيورنبرغ، وفي النهاية الكرة تصبح بالفنيات. كريم العواضي مخالفة ضده، واضحة الأمور البدنية بدأت في الاهتزاز، وهنالك نوع من الشغب في مدرجات الترجي، إن شاء الله تهدأ الأمور بسرعة. الكرة تمر لمانجولو، قوة سامح الدربالي في التصدي الدفاعي. ترجع كرة للنجم الرياضي الساحلي اللي دائما عملية البحث عن هدف التعادل ما زالت متواصلة. وائل بن الأكحل، حاتم البجاوي في حواره المباشر مع أنيسون أفول الغاني، فرانكوم
يرجع لشمس الدين الثوادي على اليمين رامي البدوي، التواصل مع فرانك كوم على طول القصير والمكير، ايمن بالعيد وخليل شمام بالمرزات، كريم العواضي يكسب الكرة قصيرة يستغلها ايمن بالعيد، اللي يكسب مخالفة على حساب يوسف البلايلي، الشماريخ الحمراء تزين الملعب الاولمبي بيرادس في مدرجات الترجي، مانكولو يعود عليه وليد الهجري، والكلمة هذه المرة لأريزون عفول، أجواء جماهيرية كبيرة في الملعب الأولمبي بيرادس، جمهور الترجي يصنع الحدث رغم الخطة الأمنية اللي متفق عليها، أكثر من 20,000 متفرج حاضرين في الملعب الأولمبي بيرادس، ولح الترجي في الميدان ولح الجمهور في هذا الريان، ويوسف البلايلي على اليسار الجزائري بهذه الكرة يحاول المرور، كرة أولى ثانية يغير المكان بنجاح لأريزون عفول، هجوم للترجي لكن حاتم البشاوي ولمسة يد ضد أريزون عفول يتفطنها الحكم الكاميروني اليوم نيو، ترجع من جديد لحاتم البشاوي، وائل بالأكحل، موسى مازو، ترجع من جديد مجدي تراوي، إذن المعد البدني طبعا خليل الشبابلي يأتي بالكل اللاعبين إلى دكة الاحتياط، خليل شمام يكسب ضربة مخالفة ضد لمجد الشهودي، كابتن الترجي أحد أفضل اللاعبين في الدوري التونسي، لعب أساسي في المنتخب مع سامي الطرابلسي، بعد رحيل أسامة الدراجي تسلم شارة القيادة في الترجي، نتقدم في المباراة مشاهدينا الكرام في هذه القمة الإفريقية التونسية في رادس، الترجي متقدم بهدف لخالد المولي من ركلة جزاء، ترجع المخالفة للنجم الرياضي الساحلي، النجم الرياضي الساحلي اللي فاز بلقب كأس ربيعة الأبتار سنة 2007 في ملعب القاهرة الدولي بالذات أمام العملاق المصري الأهلي بثلاثة أهداف لهدف في مباراة تاريخية سجل بها النجم حضوره وفرح كل جمهوره، وائل بالأكحل، الرذوان الفالحي، شمس الدين الذوادي، تأتي الكرة من جديد لرامي البدوي، النجم الرياضي الساحلي يستعد لإنهاء تغييراته، بلال بن مسعود القادم من المستقبل الرياضي بالمرسى سيسجل أول حضور له في الأجواء الإفريقية مع النجم الرياضي الساحلي، إذن الحكم الكاميروني يطلب التغيير، خروج وائل بالأكحل اللي قلنا واضح عليه الإعياء، والدخول ل بلال بن مسعود، انتداب جديد للنجم الرياضي الساحلي أفضل لاعب في مستقبل المرسى، كرة ليوسف البلايلي لكن شمس الدين الذوادي قراءة ممتازة، أيمن بالعيد، أيمن بالعيد يحافظ على كورته أمام ثلاثة لاعبين، ولمجد الشهودي مع مجدي تراوي، الشهودي اللي وزع تدخل من وليد الهجري في الوقت المناسب، تعود الكرة لجوزيف يانيك نيانج على طول ليوسف البلايلي اللي يكسب ضربة مخالفة بعد تدخل فرانك كوم، الأجواء والدخان يتعالى بفعل الشماريخ في ملعب رادس، حقيقة نتمنى الملاعب التونسية بعودة الجماهير حتى تعود الروح والنكة والابتسامة والفرحة لكل من يتابع لعبة كرة القدم،
لمجد الشوط يقوم بالمخالفة لصالح خالد المولي. طبعا لما نحكي على بن مسعود في دوري الأبطال مع النجم أكيد ثاني حضور له من حيث الدخول كاحتياطي في مباراة النجم الإفريقية بعد مباراة سانشاين ستارز النيجيري والتعادل 0-0 في سوسة. مشكور زميلنا هيثم بن حسين اللي مدنا بالمعلومة في الإبان. ترجع الكرة على طول لسامح الدربالي. الترجي دائما يواصل التحكم في المباراة من أجل عدم ترك الفرصة للنجم في خلق الفرص. حاتم البجاوي يحاول أن يعطي الإضافة الهجومية. أريسان أفول وضعية هجومية للترجي. فرانكان في التغطية الدفاعية لكن الضغط عالي، الضغط عالي ويمكن الترجي افتكاك الكرة وهذا ما حدث. صار التوزيع على طول الحارس البلبولي. دخلنا في الأوقات الصعبة، نصف ساعة في هذه المباراة في الشوط الثاني، ربع ساعة للنهاية في الوقت الأصلي والطبيعي. وهذه كرة والتسلل على مازو. موسى مازو في وضعية تسلل واضحة. لاعب منتخب النيجر لم يفهم إلى حد الآن منظومة دفاع الترجي. وجدي بوعز يستعد للدخول وخروج لأريسون أفول. المدرب نبيل معلول يلعب الحركية، يلعب ورقة السرعة، يلعب ورقة التنشيط الهجومي السريع عبر وجدي بوعزي اللي يملك سرعة فائقة خاصة مع دخول اللاعبين في ربع ساعة من نار بين الكبار. التشويق والإثارة موجود في الميدان. المباراة لم تبح بكامل أسرارها، ما زلنا ننتظر سيناريوهات وسيناريوهات. فرانكا لمجد الشهودي، فرانكا مرة أخرى، الرامي البدوي، التغطية الدفاعية كالعادة لمحمد بن منصور من جانب خليل شمام اللي يراوغ لمجد الشهودي في هذه الكرة. يتواصل مع يوسف البلايلي، كريم العواضي وكريم طبعا خليل شمام. مباراة بطولية كذلك لكابتن الترجي، أحد أفضل اللاعبين على مستوى الحضور البدني في اللاعبين التونسيين. مبدئيا وقتيا الترجي بتسع نقاط، العلامة الكاملة على غرار الأهلي المصري بالمجموعة الأولى. يعني كنجان، مجدي التراوي، خالد المولي يقطع بهذه الكرة، حاتم البجاوي وسامح الدربالي بامتياز يعطي كرة ويتصل الكرة من جديد. يوزع أو تدخل الدفاع عبر رضوان الفالحي. ترجع الكرة من جديد لأيمن بنعيد. كرات بالتليفون محمد بن منصور، أسرع وأمهر وأشطر من موسى مازو. التوتر واضح على لاعب منتخب النيجر. ترجع الكرة. طبعا الترجي حاضر في أكبر المواعيد. الليلة جمهوره يغني أغلى عيد، ولكن نعرف ما زالت مباراة في سوسة، ما زالت المجموعة. طبعا الترجي يضع قدم في مربع الذهب وهذه كرة اخترع يوسف البلايلي. البلايلي لا يمر. أيمن بالعيد يقطع الكرة. مازو يتحرك. توصل الكرة للاعب منتخب النيجر مع محمد بن منصور. ورايع قلب دفاع الترجي ممتاز. قلنا محمد بن منصور معاه لا تلف ولا تدور. الليلة بن منصور حقيقة قوي جدا على مستوى الثنائيات، على مستوى التغطية على خليل شمام. مباراة كبيرة تذكر فتشكر من جانب محمد بن منصور. كما نال اعجابنا كذلك شمس الدين الذوادي بفنياته، بعقلانيته، بهدوءه وبذكائه في قطع الكرات من جانب الترجي. النجم الى حد الان لم ينحني الا من ركله جزاء. مباراه كانت حساباتها كبيره على مستوى وسط الميدان. لم يختبر الحارس البلبولي ولا معز بن جريفيه بطريقه واضحه.
هذا هذه دلالة على أن الكرة كانت دائما في منطقة المناورات. رضوان الفلاحي محاولة خلق التفوق العددي. جاستين جونيور مانجولو. وليد العشري. طبعا النجم الذي سيعني سيكون عنده لقاء خطير جدا مباشر على مستوى المركز الثاني مع سانشاين ستارز النيجيري. في نيجيريا بالذات من اجل المركز الثاني، ولابد عليه ان يفوز على الترجي في المباراه القادمه في سوسا حتى يرتقي بافضل حظوظ الى مباراه نيجيريا. الترجي بهذا الانتصار المؤقت يضع قدم في مربع الذهب بعد طول تعب ثلاث مباريات وثلاث انتصارات مع المدرب نبيل معلول. الترجي شكل ثاني شكل ثاني شكل ثاني، لا علاقة بين ترجي دكاستيل وترجي معلول على مستوى النتائج وخاصة على مستوى الأداء. الكرة تخرج بطريقة مدروسة علمية، اللاعب يعرف دوره فوق الميدان في المربع اللي يلعب فيه، لا مجال للخروج عن النص. وإلا معلول بالانضباط والثورة من دكة الاحتياط. الوقت يمر 35 دقيقة لعب 80 دقيقة لعب منذ بداية المباراة. الترجي على بعد 10 دقائق لتحقيق العلامة الكاملة. أسامة البوغانمي يستعد للدخول من جانب الترجي، لعب ارتكاز أكيد مهمته إعطاء أكثر حيوية للتغطية الدفاعية، ويتلقى الآن تعليمات المايسترو معلول لدوره القادم في المستطيل الأخضر. أحد الأسماء السبعة اللي أضافها الترجي في كأس رابطة الأبطال الإفريقية والورقة الزبراء هذه المرة تخرج بكل تأكيد لبلال بن مسعود. إذن بلال بن مسعود بالورقة الزبراء. الترجي سيقوم بالتغيير القادم، أسامة البوغانمي، خليل شمام في وضعية هجومية. خليل شمام يمر أمام أيمن بالعيد وفي النهاية يكسب ضربة تماس بعد تدخل رامي البدوي. المدافع الأيمن للنجم الرياضي الساحلي. ترجع كرة لجوزيف يانيك نشانك. خليل شمام يوزع في القائم. المتابعة من خالد المولي. سامح التربالي ما كانش في المساندة الهجومية. مجدي التراوي. ولا التماس للنجم الرياضي الساحلي. أوقات صعبة في انتظار المدرب منذر الكباير. صحيح المباراة لم ينحني فيها النجم إلا من خلال ركلة جزاء، لكن حسابات على مستوى النقاط خطيرة. فارق خمس نقاط الليلة بين الترجي والنجم الرياضي الساحلي إلى حد هذه اللحظات. بلال بن مسعود يرجع لرضوان الفالحي. النجم دائما بكل الاماني للتعديل. لمجد الشهودي التمويه لم يكن في مكانه. وليد العشري على طول. كريم العواضي، خالد المولي، يوسف البلايلي يغير المكان على اليسار لخليل شمام. جوزيف يانيك نجانك يرجع لخالد المولي. بالراحة بالراحة يرجع للدفاع الترجي. أحمر وأصفر اللون الليل على مستوى العلامة الكاملة من أجمل ما يكون. ثلاثة انتصارات في ثلاثة مباريات. إيش ما زال يحب الترجي أكيد، وأنه العلامة الكاملة في انتظار مباراة سوسة. الترجي اللي نذكره وأنه أحد الأندية الثلاثة في تاريخ كأس رابطة الأبطال اللي فاز بكأس رابطة الأبطال بدون هزيمة، وكان ذلك سنة 1964 مع فوزي البنزرتي. ولا خسارة في تتويج الترجي بجيل المرحوم الهادي برخيصة
امام الزمالك المصري في الدور النهائي في الملعب الاولمبي بالمنزل. شبيبة القبيل كذلك بنفس الانجاز 1981، والاهلي المصري كذلك فاز بكأس رابطة الابطال بدون ادنى خسارة. هذه هي الاندية الثلاثة الوحيدة اللي تمكنت من تحقيق هذا الانجاز. مانجولو الرأسية لمعز بن شريفية. انتدابات مدروسة من جانب الترجي كذلك من جانب النجم، النجم الرياضي سي علي لم يحالفه الحظ في مباراة سانشاين النيجيري، وكان أكبر أسباب التعادل المخيب للأمال العقم الهجومي إذاعة الفرص تحديدا الليلة يوسف البلايلي والترجي بثلاث نقاط مهمة. العواضي اللي قام بدور مهم على مستوى الدفاع والهجوم كذلك. كرة لمانجولو، سامح الدربالي في مرة أولى، مانجولو وموسى مزوع، محمد بن منصور يتفوق على النيجيري، تعود الكرة لخليل شمام. الترجي بدون أمان لحد الآن، وكرة سريعة لجوزيف يونيكن جونغ، والكرة لا 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 ليس هدف، هنالك مخالفة، هنالك خروج الكرة في التماس قبل الهدف الثاني للترجي. فالإعادة إفادة هذه الصورة، خلينا نشوف الكرة. يانيك جانك طبعا الحكم المساعد رفع الراية، وهذه هي اللقطة. خليل شمام في الكرة، الكرة هل تجاوزت بالكامل أم لا من خليل شمام؟ على كل الحكم الكاميروني يقول هنالك تماس قبل إنهاء الكاميروني جانك للكرة. قوة بدنية رهيبة حقيقة، دبابة بشرية هجومية الكاميروني يانيك جانك. سامح الدربالي على مرتين، وهذه الكرة وين؟ خمسة دقائق للنهاية، وكيف ستكون النهاية؟ واش هالليلة في ملعب رادس الترجي بالعلامة الكاملة، وأيمن بالعيد بالكرة خارج الميدان بدون عنوان. هذه كرة خليل شمام تبدو أنها تجاوزت بالكامل الخط النهائي للتماس. إذا قرار الحكم كان سليم، ولو أنه يعني كنجانك قام بعملية فنية تدل على المخزون الكروي الكبير للاعب الجانك. ترجع الكرة من معز بن شريفية. مانجولو الكلمة للدفاع وتحديدا لفرانك كام بمخالفة. إذا مشاهدينا الكرام أوقات صعبة تدخلها المباراة، لا مجال للتدارك. إذا كان يعادل النجم الرياضي الساحلي قد تنتهي بالتعادل. الترجي من اجل الضربه القاضيه بهدف ثاني يحقق كل الاماني، وتبقى المباراه مفتوحه، ما زالت تحتفظ بكامل اسرارها رغم بقاء اربع دقائق في الوقت الاصلي والطبيعي في انتظار الوقت البديل. على ضوء هذه النتيجه الوقتيه الترجي يتصدر المجموعه الثانيه بتسع نقاط، اربع نقاط للنجم الرياضي الساحلي والسانشاين ستارز النيجيري، وبدون ونقطه طبعا هذه الكره ليانيك جانك بدون نقاط لأولمبي شلف. هذا يوسف البلايلي يحاول الهروب على يمين دفاع النجم الرياضي الساحلي، لكن يقطع له الكرة الرامي البدوي ويقوم بالمخالفة يوسف البلايلي. ترجع الكرة من شمس الدين الذوادي لرضوان الفالحي، آخر ومضات وآخر لمسات، آخر محاولات النجم الساحلي للوصول إلى الحارس معز بن شريفية. مانجولو يراوغ نفسه، يسترجع الكرة بلال بن مسعود على طول لمجد الشودي، ويفتك كورته لمجد الشودي، حاول التسديد ولكن الترجي بالاستماتة الدفاعية. يانيك جانك لمجد الشودي عملية مجانية يخسر بها الوقت لصالح النجم الذي لصالح الترجي الذي التونسي، ورقة صفراء في وجه لامجد الشودي. بديل مصعب ساسي لم يأتي بالحلول، لم يكن أفضل خلف. إذا مشاهدينا الكرام جماهير الترجي بدأت تتابع المباراة وهي واقفة، كما قلنا خالد العياري هذه المرة سيدخل في هذه اللحظات
خروج للكاميروني جوزيف يانيك نيانغ. إذا يانيك نيانغ يخرج ويغادر وخالد العياري يأتي بديل. العياري وجدي بوعزي ويوسف البلاي للثلاثي الهجومي. كرة طويلة باتجاه فرانك على طول لكابتن الترجي خليج أمام يوسف البلايلي في وسط الميدان، يعطي كرة ممتازة لكريم العواضي. العواضي يتقدم ويغير الكرة لشمس الدين الذواتي، ترجع الكرة لمجد الشهودي. بلال بن مسعود بجنبه على اليسار منقولو، كرة صعبة لموسى مازوم مع وليد الهجري. مكاتفة قانونية لصالح قلب دفاع الترجي. موسى مازول لم يأتي بالحلول، كذلك العقم الهجومي للنجم الرياضي الساحلي. يتواصل المباراة الثانية على التوالي بعد هدف أيمن بالعيد في الجزائر ضد أولمبي شلف. النجم الرياضي الساحلي لم يعرف التسجيل في مباراتين متتاليتين إلى حد الآن. انتهى الوقت الاصلي والاضافي والطبيعي مشاهدينا الكرام. الحكم الكاميروني اليوم نيو يعطي ثلاث دقائق اضافيه كوقت بدل ضايع، ولم يبقى للنجم الرياضي الساحلي الا ان يلعب الكل في الكل. والترجي اكيد الليله يعتبر فل الفل بما انه يحقق العلامه الكامله 3-3 في انتظار الصافره. بلال بن مسعود يغير المكان لجاستن مانجولو، تصدي ممتاز من سامح الدربالي. إذا نتابع معا مشاهدينا الكرام. فرانك على طول للرمي البدوي، ولكن في النهاية مجدي تراوي. لم يكن الحب للحبيب الأول بالنسبة لمجدي تراوي بما أنه يدافع عن أنوار الترجي بعد أن فاز بكأس رمية الأبطال 2007 مع النجم الرياضي الساحلي ومع الترجي في 2011 أفضل لاعب متوج بكأس رابطة الأبطال في تاريخ الكرة التونسية. خالد العياري، خالد جمام، مجدي تراوي، خالد المولي، خالد العياري مرة أخرى، تدرج ثانية بالكرة من جانب الترجي، يوسف البلايلي، خالد العياري مرة أخرى، التدخل من رضوان الفالحي، كرة على طول باتجاه مانجولو، وسامح الدربالي يضعها في التماس. في نفس المكان اللي كسب فيه الترجي ضربة جزاء، النجم الساحلي يخلق الهجوم. حاتم البجاوي، حاتم البجاوي مرة أولى وثانية، والعياري يبعد الكرة ويطلب من الدفاع التقدم العالي. وخالد المولي يسقط على الميدان، يبدو أن هناك شد عضلي لخالد المولي، لكن الحكم يطلب اللعب. الحكم يطلب اللعب. بلال بن مسعود يوسع، وهنالك هو على الراية والصفارة. الراية والصفارة من الحكم المساعد الأول إيفاريس ميكوادان. الشد العضلي مع نهاية المباراة أكيد منتظر. إذا رويدا رويدا نقترب من نهاية المباراة في وقتها البديل. النجم الرياضي الساحلي بعد الانتصار في الجزائر والتعادل في سوسة سيعرف أول هزيمة في تاريخ مواجهاته مع الترجي إفريقيا. هذه المرة تتكسر الجرة والترجي يفك عقدة النجم الرياضي الساحلي على المستوى القاري بانتصار هو الثالث المتتالي. وفي هذه اللحظة يؤشر الحكم الدولي الكاميروني اليوم نيو على نهاية المباراة بالعلامة الكاملة. وليلة من أجمل ليالي الترجي الإفريقية 9-9. طبعا نقول هارد لاك لعشاق النجم الرياضي الساحلي، ألف مبروك لعشاق الترجي. واللقاء المرتقب القادم في سوسة الأولمبي بين الفريقين إن شاء الله نشوفوا فيه كرة جميلة على غرار ما شاهدنا الليلة، ولو أنه الليلة حسابات كبيرة. مشاهدينا الكرام أجمل تحياتي أكيد
سنبقى معكم دائما عبر الجزيرة الرياضية في أجمل المواعيد الإفريقية، كأس رابطة الأبطال للقارة السمراء. بعد الفاصل سنعود بكم من جديد إلى الزميل معز بولحيا.